الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وغسل ما بذي الحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان واخواتها تتصل بها ماء فتكفها عن العمل، وما كافه تكف عن الرفع في قولهم طال ماء وقل ماء وكثر ماء. لانها اذا فعلت لم ترفع فاعلا فقد كفت عن الرفع، وتكف عن الجر. ربما الجامل المؤبل فيهم، ربما الجامل المؤبل فيهم كفت عامل الجر رفع جاء بعدها جملة اسمية، وتكف عامل النصب كما هنا. إذا ما عامل كافر فتقول إن المؤمنين إخوة. إذا أصلتها بما تقول إنما المؤمنون إخوة، إن الله إله واحد، إنما الله إله واحد، فيعرف ما بعد ما مبتدأ وخبرا. وسبب عدم إعمالها أن ما تبطل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الأفعال. والحرف إذا بطل اختصاصه بطل عمله. لا تستطيع أن تقول إن يخشى الله، فإن جئت بنا قلت إنما يخشى الله من عباد العلماء، لازم أن تقول كأن يساقون إلى الموت. إذا أتيت بنا فقل كأننا يساقون إلى الموت. لعل لا تستطيع أن تقول لعل أضاءت لك النار، إذا أتيت ما تقول لعل ما أضاءت لك النار. هذا السبب عدم عملها، أن ما تبطل اختصاصها بالأسماء وتهيئها لدفع الأفعال. والحرف إذا فقد الاختصاص فقد العمل. مضى معنا هل لم اسمع هل مضى معنا في الحروف دخل على الفعل دخل على الاسم ولذلك لا يعمل شيخ. تكفها للعمل. اما في المعنى يا شيخ لها اكثر ولا شيء؟ المعنى العرب لا تجد حرف الا بمعنى الحصر. لا انما مثلا انما طبعا لا هذا حصل مفهوم من اللغة. حصل العرب لا تجد حرف الا بمعنى قاتل ليس كقتل. قال وصل ما بين الحروف وقد يبقى العمل. سمع روي بوجهين قول الشاعر الشاعرة: ألا ليت ما هذا الحمام لنا، ألا ليت ما هذا الحمام لنا بوجهين. قال السر في ذلك أن ليت إذا دخلت عليها ماء لا تبطل اختصاصها بالأسماء، تبقى مختصة بالأسماء. فمن أعملها نظر إلى أن اختصاصها بالأسماء باب، ومن أهملها طرد الباب على وتيرة. ما قولي وصل ما في الحروف المبطل اعمالها وقد يبقى العمل. قال احمد وجائز ربك معطوفا على منصوب ان بعد ان تكلم. اذا استكملت ان اسماء وخبرها جاز ان تعطف عليها بالرب، فتقول ان زيدا عالم وعمرو. اما انك عطفت على ان واسمها لانه نعم في موضع المبتدا، او عطفتها على الضمير المستكن في الخبر ان عالم اي هو، وعمرو عطف على الضمير والضمير محل رفع. لذلك يقول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم: حميم الله عز وجل ان في السماوات لآيات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. قال بعضهم: حتى لو لم تستكمل سمع قول الشاعر: فمن يكن اصحاب المدينة رحله فاني وقيار يا لغريب. قرئ الشيوذ: ان الله وملائكته يصلون على النبي. الله وملائكته عطها بالرفع قبل ان يستكمل. قرأ الاخرى في قراءه الجمهور في سوره المائده والنصارى: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. قالوا الصابون لم يستكمل. انا اقوله وجائز ربك. وين قوله وجائز؟ ان الاصل عدمه. لازم تقول ان زيدا عالم وعمرا جاهل. هل هم قليل وجائز؟ قال احمد الله: والفقد بان لكن وان، لكن وان كذلك يتبعان ان في هذا. تقول الطلاب حاضرون لكن عمرا غائب وبكر متاخر مثلا. وتقول علمت ان زيدا فاضل وعمر كذلك، لان يشترط أن يحل محلها مع مدخولها جملة، وذلك بأن تكون بعد العلم أو نحوه. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. وتقول علمت أن عمرا فاضل وزيد، فإذا لم يكن تأويلها بجملة
لا يجوز لا يجوز. تقول يسرني انك حاضر وزيدا، ولا اقول زيدا لان موضع ان هنا ليس جمله. انا اقول لي وجاء والحقت بهن ندعو اليك ولعل وكان، اما ليس ولعل وكان فالحكم فيها مختلف. لا يجوز لا يجوز الرفض بعد استكمالها. نقول لعل عمرا حاضر وزيدا غائب، ولا يجوز وزيدا، وكذلك ليس وكان. وخففت انك قل العمل وتبدا اياه، قال ان تخففه تصوبها تصوبين ويقل اعمالها، لانها بالتخفيف فقدت الاختصاص بالدخول على الاسماء وتهيأت للدخول على الافعال. فمن اعملها نظر الى اصلها وهو القليل، ومن اهملها نظر لبطلان اختصاصها بالاسم. وجاء في القران: وان كل لنا جميع لدينا محضر بالاهمال، إن كل نفس لما عليها حافظ الإهمال. وجاء حمل قراءة ورش: وإن كل لما عليه وفي أنهم ربك أعمالهم. أنا أقول إيه؟ وقفلت النفق للعمل وتلزم اللام، أي خبرها إذا ما تهمل فارقة بين إن النافية وإن المخفف من الثقيلة. تقول: إن زيد لعالم. إذا أردت أن تثبت علمه فلو لم تثب الله قد يثب السامع، قد يثب السامع أنك تريد تنفي عنه العلم، وانت اردت بالعكس اردت تاكيده وتنسي بالله. اذا اتضح المعنى وعرف مراد المتكلم وانه لا يريد ان ينفيه فلا ضروره لله تخلفه. كقول الشاعر: انا ابن اباشر بني من ال مالك، وان مالك كانت كرام المعادن، وان مالك كانت كرام المعادن لم يقل لك انا. نقول: وخف النفق للعمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا. الأكثر أن يلي الفعل الناسق، إذا خفت الأكثر أن يلي الفعل الناسق. وإن كانت لكبيرة لا الخاشع، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن نظنك لمن كاذب إن كدت لترضيني. وسمع وقد وليها غير الناسق، يقول لعاتك بنت زيد بن عمرو بن نفيل تخاطب قاتل زوجها الزبير العوام يوم الجمل: شدت يمينك ان قتلت لمسلما حلت عليك عقوبه المتعمدين ان قتلت. ان المخفف الثقيله ان المخفف الثقيله وولي اهله غير الناسق.